ينضم إلينا مراسلنا من باريس عبر سكايب أحمد كيلاني، ومن لندن عمرو المنيري. أبدأ معك عامر من لندن. الوضع يعني من سيء إلى أسوأ في بريطانيا، ما كيف تتعامل السلطات والحكومة البريطانية، وماذا عن الضغوط النفسية والمادية التي قد يعيشها المواطن البريطاني؟ نعم كوثر، بالفعل من سيء إلى أسوأ، وحتى الجيش اليوم تدخل وبدأ في توزيع الكمامات والأدوات والمستلزمات الصحية الخاصة بمحاولة حماية الأطباء والممرضين في المستشفيات الذين يواجهون وقتا صعبا جدا، ربما بعد انضمام أكثر من 4000 متقاعد من الرعاية الصحية إلى هذا المريض، وهم الذين يدفعون الثمن الغالي والباهظ، وخصوصا أن هناك حالة ممرضة مسلمة من في 36 من عمرها في حالة تعاني من هذا الفيروس القاتل وهي في العناية المركزة، وهذا يؤشر للجميع أن ليس كبار السن هم فقط الذين يصابون بهذا الفيروس القاتل، بل أيضا الشباب. كما أن بريطانيا الآن والحكومة تدرس مزيد من التشريعات القانونية لجعل الطوارئ ملزمة وإغلاق جميع المحطات، إغلاق جميع المطاعم. ربما هناك استجابة لكن ليس بالاستجابة الكبيرة، وخصوصا اليوم أمس شهد الآلاف والمؤلفة الذين خرجوا إلى الشوارع وإلى المنتزهات بغرض التنزه، وهذا ليس في صالح بريطانيا بشكل عام، وهناك الحكومة تؤكد أنه يجب أن يكون التباعد اجتماعي بين كل شخص وآخر. ابقى معنا عمرو وننتقل إلى باريس وأحمد كيلاني. أحمد، تزايد سريع وملحوظ في صفوف المصابين، البرلمان يصادق على قانون حالة الطوارئ، إلى أين تسير الأمور؟ يعني كوثر، بالفعل فرنسا تعيش أياما عصيبة جدا. اليوم هو اليوم السابع للحجر الصحي، و67 مليون فرنسي مطلوب منهم البقاء في منازلهم من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا. طبعا هناك بعض الاستثناءات لمن يريد شراء مواد غذائية أو مراجعة طبيب أو مساعدة المسنين. وزارة الصحة الفرنسية أعلنت مساء أمس أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 16,018 حالة، وأن عدد حالات الوفاة بلغت 174، من بينهم تقريبا أيضا هناك تقريبا 1746 حالة حالتهم صحية حرجة جدا من بين المصابين. والإشارة أيضا إلى أن وزارة الصحة أشارت إلى أن 2200 غادروا المستشفى بعد شفائهم من المرض. يوم أمس تم الإعلان عن إصابة وزيرة الدولة لشؤون البيئة إيمانويل فالكون، وهي الإصابة الثالثة الفرنسية بعد إصابة وزير الثقافة فرانك ستير وإصابة وزير الدولة لشؤون الاتصال البيئي. كما أشرتم، البرلمان الفرنسي أقر قانون الطوارئ الصحية، هذا القانون صفر إيزيس إذا اعتبارا من الجريدة. شكرا مراسلا الغد من باريس وعبر سكايب أحمد كيلاني، ومن لندن عمرو المنيري.